الدراما المغربية حصريا على الإذاعة الوطنية. مسرح الإذاعة المغربية يقدم موج الليل دراما إذاعية في حلقات بقلم أنوار بن بوجمعة، إخراج حميد زيان، الحلقة الثانية. السلام عليكم سعادة العميد خليد. وعليكم السلام الحاج طيب، تفضل. راه كيف فسرت لسي صلاح، حنا كشرطة قايمين بالتحريات ديالنا بخصوص اختفاء ولدكم المهدي بعد ما سقط في البحر كما ادعوا الشهود من المركب اللي سميتها الهناء. وإلى حدود الآن فولدكم الحاج طيب كيتعتبر مفقود، لذا غنكتفوا من المجهودات ديال البحث باش نتأكدوا واش باقي على قيد الحياة ولا لا. الله يجازيكم بخير سعادة العميد. هذا واجب الحاج طيب، وحنا كشرطة متواجدين باستمرار لخدمة الوطن والمواطنين، وكون على يقين الحاج طيب أننا غادي نديروا كل ما بوسعنا باش نعرفوا الأسباب الحقيقية اللي كانت سبب مباشر في اختفاء الابن ديالكم. اسمح لي يا السيد العميد، إلا قلت لك بأنه كاين شكوك حول طريقة اختفاء المهدي، خصوصا وأن البحارة اللي كان متعود يخرج معهم تم تغييرهم في آخر لحظة وتعودوا بوحدين آخرين. ملاحظة في محلها سي صالح، لأنني سبق لي وتكلمت مع المسؤول على البحارة في هذا الموضوع بالذات، هذاك اللي سنتو نبكي، وخبرني باللي تغيير البحارة في آخر لحظة كان ضروري. أسعادة العميد، خاصك تعرف باللي هذاك المكي راه واحد الشخص ما فيه ثقة وسلاحه الخضر. سمع ولدي مختار، عارفين خدمتنا والتحقيقات هي الكفيلة باش تبين الحقيقة. عندك الصحة سعادة العميد، ونخليكم على خير. الله يعاونك الحاج طيب، وكون على يقين أن الحق مهما طال غيابه لازم ما يرجع لصحابه. رانا ثقتي كبيرة في الله وفي المجهودات اللي غتقوموا بها سعادة العميد. يلا وليدي المختار وصلني للدار. مرحبا بكم. رانا خليت الوالدة ديالك وختك في حالة ربي اللي عاين بها مغربية. على أخوك المهدي. يلا ها ولدي، يلا أريدك الوالد. الله. شد فيها. غيب شوية. بشوية الوالد. قول لي يا صالح، واش غادي تمشي معنا دابا ولا نبقاو نتسناوك على برا؟ غير سير المختار، وصل عمي الحاج طيب للدار، راني غنبقى نتحدث شوية مع السيد العميد، ومنين سالي راني وصل عليكم. سمع يا امي الله يهديك، البوليس راه داير جهده وضروري ما وصلوا للحقيقة. عيان يا بنيتي، خوك المهدي ضاع ليا وداه البحر، بغيت غير نشوفه ويرتاح قلبي ونحس به قدامي. حيانا يا بنيتي، راه الفراق صعيب صعيب. وحدي الله امي، وحدي الله، وطلبي فرجها مولانا من عنده ويسمعنا شي اخبار ديال الخير عليه. يا ربي يا ربي، انت عالي وعالم، حيد هاد الغمامه على قلبنا بجاه النبي العزيز يا كريم. خودي امي، شربي هاد الكويز ديال العصير، راكي من البارح في الليل ما ذقتي النعمه ولا شفتيها، شربي امي متي شربي عافاك. شربي امي متي شربي. واخا بنيتي، هذا ما يكون غير الوالد هو خويا المختار، رجعوا من الكوميساريه. غير ارتاحي امي، غير ارتاحي، انا نايضا نفتح الباب. سمحي لي يا اختي الا ازعجتكم، واش هذه دار سي الحاج طيب؟ ايه هذه يا سيدي، شكون سيادتكم؟ انا سبيتي المكي اللي خدام مع السي العبودي مول المراكب ديال الصيد، جيت نشوف سي الحاج طيب ونتكلم معاه. الوالد ما كانش في الدار، راه خارج مع خويا المختار. اذا انت بنت الحاج طيب، تبارك الله تبارك الله. شوفي يا اختي، منين رجع الوالد ديالك للدار قولي له يدوز عندي، أراني بغيتو ضروري، وهذه هي لاكارت فيزيت ديالي.
راه فيها الهاتف الشخصي ديالي وهاتف المكتب والعنوان، وإلا بغى يشوفني ما عليه غير يعيط لي وانا نصيفط ليه السياره في الحي للدار تجيبو حتى لعندي. خليتكم على خير، بسلامه. بسلامه سيدي. مع من كنتي واقفه كتكلمي بنيتي قدام الباب؟ غير مع واحد السيد بغى يشوف الوالد ووصاني نعطيه هاد الكارت فيزيت ديالو. ما قالكش على سميتو؟ راه قال لي سميتو المكي وتيخدم مع العبودي مول المراكب. العبودي؟ يا ربي تسمعنا اخبار الخير. اسمعني مزيان البوداني، راني خصت نتكلم معاك في هاد المقهى بعيد على البحر والصيادة وبعيد حتى على دوك الزبانية ديال المكي. كبرتي عندي وعلمتك حرفة البحر والصيد وكونت منك راجل وما خليتك محتاج حتى لشي حاجة. رانا عارفة سي الحاج عربي الخير اللي درتيه فيها والمجهودات والتضحيات اللي قمتي بها من أجلي، لأنك كل ما كنتيش انت قراني مشرد في الزناقي ومن حرف رانا حمك تافي من خيرك الحاج، لكن كنقسم لك باللي خلقني وخلقك. أنا ما عندي دخل في اختفاء المهدي ود الحاج الطيب. إيوا أنا بغيت غير نعرف أشنو وقع للمركب وكيفاش وقعت الحادثة. أنا بحالك تفاجأتها أسيد الحاج، لأنني كنت كنقود المركب ديال الهناء وكان تفكيري كله باش يبقى التوازن ديال المركب، حيت كان مجليل عالي والضبابة طايحة بزاف وكانت الرؤية تقريبا من عدمة، والصيادة اللي على سطح المركب ما كنتش عارف اش كيديروا وما علموني باختفاء المهدي. تقربنا للمرزى، هذا الشيء هو اللي خلاني ما بقيت فاهم والو، لأن حتى الصيادة اللي كانوا معايا ما علموني بسقوط المهدي حتى في اللحظة الأخرانية. إذن هذا دليل على أنه كانت هناك مؤامرة للتخلص من المهدي، ربما لأنه كان عنده شي معلومات مهمة وخافوا ليه يتفضحوا واضطروا يتخلصوا منه. إيوا الله أعلم سيد الحاج، رانا ما بقيت عارف والو وما قد على سطع الرأس. أنا اللي عندي راه قلت لك بلا زيادة بلا نقصان، وربي شاهد على كلامي. إي راني مصدقك البودالي وعارفك وعاذرك، لكن خصك تعرف بأن الحادثة راه دخلت فيا الشك وخاصني نوصل الحقيقة مهما كان الثمن. أنا مزوق فيك سيد الحاج العربي، إذا كنت عزيز عليك ما تخبرش حد بهذا الشيء اللي حكيته لك. راك أنت عارف راني مولا وليدات وما عندي جهد مع المشاكل. غير كون هاني يا البوداني، سرك كبير. شرب قهوتك شرب وارتاح مع راسك، راني عارف اللي غيدار. ايوا بعد ما سمعتي بنفسك اجدها لك استاذ صلاح. ايوا هادشي ولا تيخلع السيد العميد، اختفاء المهدي في ظروف غامضه كيثير الشكوك. لهذا السبب بغيتك تاخذ الاحتياطات اللازمه وتحاول دير في حسابك انك تقدر تكون مستهدف لكونك صحفي يا استاذ صلاح، ومعروف على المقالات ديالك النزاهه والشفافيه. لهذا كنطلب منك اليقظه ونتمناو ان التعاون بيننا يخرج بشي نتيجه تساعد في الكشف عن حقيقه اختفاء المهدي. غير كون هاني السيد العميد، رحنا اصدقاء وعارفين القانون وحنا هنا من اجل البحث عن الحقيقه. بارك علينا غير داكشي اللي جرى لينا بسببه، كون سافتينا الوالد بلا ما تمشي لعنده. لا واه لا واه لا واه ولدي، ما تخلي شي الغضب يعمى عينيك، خدم عقلك يا ولدي. السيد جا حتى للدار لعندي وبغى يشوفني. ايوا من الصواب عليا نعرف شنو بغى. ولكن الوالد راه داك المكي ما تيجي من وراه غير صداع الراس، وكاع الصيادين عارفين هاد القضيه. اللي بغاها الله هي اللي تكون يا ولدي. عندك الصحه الوالد، راه ربي فوق الكل، ربي سمعنا شي خبر ديال الخير على خويا المهدي. ايوا الهلي حشمنا بنيتي فاتحه. ايوا اش ظهر لك يا فاطمه؟ انا اللي كيهمني هو يرجع لي ولدي المهدي ونعرف واش باقي بالحياة ولا لا. وارجع الله أمي وعمري قلبك بالله، وبارك عليك من طياب القلب، راكي طيبتي عينيك. إيوا الله يهدي النفوس ويفرج الهم. نوضي يا بنيتي فاتحة دوزي لي الرقم ديال التليفون ديال المكي نعرفه بعدها أش بغا. واخا الواليد. ما كمخليش باكي مرمية على الرملة وقالس كتخمم، شنو طاري؟ اش بغيتي نقول لك؟ راه الحادثه اللي وقعت المهدي ولد الحاج طيب راه ولات خلعاني، خصوصا من ولاو البوليس يبحثوا في الموضوع. بصراحه راني خايف. جمع راسك الفضيل، مالك انت وما المهدي؟
مالك ديما خاشي راسك في شبوقات؟ كلها يدبر راسو دير شغلك. راني توصلت باستدعاء من عند البوليس السي مبارك وخاصني نمشي باش يستمعوا ليا في الموضوع، ما عرفت ما نقول ليهم. اسمع الفضيل، انت ما شفتي ما تشوفتي، ما عارف والو، دير في راسك وقابل شغلك. وزيدون، انت مالك حتى شي علاقه بالمركب الهنا وما عمرك ركبتي فيها كاع، سمعتي؟ هالشي راني عارف السي مبارك، ولكن راني خايف حيت عمري ما دخلت الكوميسيريا، دخلتها مره واحده باش ندير البصمات ديال لاكارت، وكان ديك الساعه الوالد معايا. اسمعني مزيان الفضيل وحل ودنيك وحفظ داكشي اللي غنقول لك بالحرف، وعندك تنسى والا غتجبد على راسك البلا، فهمتي؟ فهمت السي مبارك، فهمت. وقرب عندي يا الفضيل واسمع اش غادي نقول لك. واخا سيدي هانا كنسمع. وارتاح لي مع راسك. الله اسمح لي لا استقبلتك في المكتب ديالي، تعرف الخدمه كثيره والسلع بودي لايح لي الشغل كله فوق راسي ودائما مسافر. اي والله صوب السي المكي. سمعني السي الحاج الطيب، راني كنتفهم الحزن ديالكم على ولدكم المهدي وتنشاطركم نفس الشعور، انما كن على يقين ان السي العبودي وصاني باش نقوم باللازم اكثر ونبقى بجنبكم ونساعدكم في اي حاجه كتطلبوها كيف ما كان نوعها وشحال ما كان الثمن. اسمع السي المكي، راه حتى شي حاجه ما تقدر تعوضني في ولدي المهدي، انا ما بغيت نعرف غير الحقيقه. الحقيقه راه معروفه السي الحاج الطيب، وهي ان ولدك المهدي ارتطم راسه مع المركب بسبب الموج اللي كان عالي وطاح في البحر، وصعب على الصيادة ينقذوه حيت كان الضباب كتير. هذه الحقيقة اللي صورتوها انتوما واللي حفظتوها للصيادة اللي كانوا راكبين مع ولدي، لكن الحقيقة اللي كان قصد هي اللي غادي توصلوا لها إن شاء الله البوليس ويكشفوا فيها على الفاعل الحقيقي واللي خطط لهذا الحادثة باش يتخلص من ولدك. صدقني يا سي الحاج الطيب، الحقيقة هي اللي حكيت لك وهي نفسها اللي الناس كاملين عارفينها. تقتي بالله وبالعدالة، يلا ولدي المختار يلا نمشيو بحنا، ما بقى ما يتقال. يلا واخا الوالد اريدك، غيب شوية عليك، غيب شوية. تسنى سي الحاج طيب، تسنى، راه سي العبودي رسل لك هاد الظرف وصاني نسلمو لك. ديالاش هاد الظرف سي المكي؟ هذا سي المختار مبلغ 40,000 درهم، عبارة عن مساعدة من سي العبودي لكم نظرا للمجهودات اللي كان كيقوم بها اخوك المهدي. خلي فلوسك عندك، الله الغاني، ما محتاجين لا ليك ولا لغيرك. يلا الوالد نمشيو يلا. الهضره ماشي معك السي المختار، باك هو اللي من حقه يقرر واش ياخذ الفلوس ولا لا. ايوا اش قلت يا السي الحاج الطيب؟ يا راك سمعتي كلام ولدي السي المكي، وكنتمنى انك تكون فهمتي المعنى. يلا ولدي المختار، يلا ما بقات فائدة في الكلام. يلا 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 شوي عليك. دلال دلال. نعم بابا. شوفي مال الكلب اللي كينبح، راه اكثر من ساعة هو على هذه الحالة. يمكن بابا حيت عجبو البحر. وزيدون، راه من نهار جينا ندوزو العطلة في الفيلا ديالنا على هذا الشاطئ وهو فرحان غيطير. ايه ولكن ابنتي راه نبح لك هذه المرة ماشي عادي. شوفي شوفي الله يخليك، شوفي اش كاين واشنو طاري. داكوغ داكوغ، غير بقى مرتاحه بابا، دابا غنصيفط الشيفور ميلود يشوف شنو كاين، غير كون هاني. يلا يلا سير بيا بنتي راسك. ميلود ميلود. نعم لالا دلال. الله يخليك، شوف ريك مالو ما بغاش يسكت من نباح. واخا لالا دلال. قولي لي يا بنتي، مرتاحه في هذه الفيلا بجنب الشاطئ؟ ما تصورش ساعتي قداش بابا، كنت فعلا محتاجه بزاف نقضي العطله في هذا المكان الجميل، وخصوصا بعد عام ديال الحزن على الوالده الله يرحمها. انا تنشكرك بابا، كنشكرك لانك رجعتي لي الثقه في نفسي. انا سعيده بنتي بهذا الكلام اللي قلتيه، وغادي نكون اسعد اب في الدنيا لما نشوفك ديما مرتاحه وفرحانه. لا لا يخطيك عليا يا بابا الحبيب ديالي. سي علان لالا دلال. ياك لاباس ياك لاباس اميلو، دا شنو وقع؟ راه الكلبريك اكتشف واحد الشاب مرمي على الرمله فاقد الوعي ديالو ودمو تينزف. اويلي استغفر الله العظيم. اتصلي 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 يا بنتي بالاسعاف، انا غادي نمشي انا وميلود نشوفوه ونقدموا ليه هذه المساعده.
كنتم في الاستماع إلى الحلقة الثانية من المسلسل التمثيلي موج الليل. قام بتشخيص هذه الحلقة رشيد الحراق، ماريا الصادق، الهاشمي بن عمر، أحمد الناجي، المحجوب الراجي، بن عبدالله الجندي، ياسين أحجام، جمال بن شيبة، محمد زيات، عبد الواحد السنوجي، عبد الحق بن المجاهد، سعيد بن القدار، حميد زيان وإكرام البصري.